منسومة. أهلين. شو بهال؟ ليه هيك يعني ردت علي بهي الطريقة؟ شو عملنا لها؟ خلص شو بدك فيها، اتركيها بهمها، امشي معي، امشي نقعد بالمطبخ. ماشي. لك آه. الله، لك شو بك؟ ما بعرف، وين نروح على المطبخ؟ أيوه. فزار، انت بدك تضلي هيك لابسه النظارات؟ ليش مو حلوين نونو؟ حلوين بس يعني مو منطقي ابدا تلبسيه بالبيت. حذري من وين هدول النظارات وهديه من مين؟ حدا بعرفه؟ لا يا ستي ما بتعرفي. اذا ما بعرفه كيف بدي احذر لك؟ والله من مين؟ يا ستي رح اقول لك، هدول النظارات هدية من السيد مسرور بجلالة قدره وقيمته خطيب رامي المقنشع. هلا بتكون اجته الجلطة لأنه هداني اياهم. ليش بقى اجته الجلطة؟ يا ستي التقيت فيه عند رامي بالصدفة، كان جاي وهو لابسهم، يمكن شاريهم جديد طاير عقله فيهم، ما شرحهم يعني. قمت صرت اقول له يا الله شو حلوين، يا الله شو لابقين لك، ما معقول شو اكابر، قديه سعرهم، منين جايبهم؟ عن جد يعني كثير ظراف، هدول اخر موضه، هيك يعني احكي احكي احكي. قام اخر شيء اضطر اعيد واكرر، اضطر وقال للكلمه، مقدمين مقدمين يا هالزوره. ايه وانت اخذتيهم؟ لك ايه طبعا اخذتهم، مو شايفتيهم؟ من لك هالذكاء انت؟ بتعرفي انا لازم امشي، يلا باي. لك لوين؟ عدي لسه هلا قعدنا. آه. شو ها؟ الزورة شبك؟ كأنه زايدة عندك الدوخة؟ لك ما تركتي حيط يعطب عليكي، شبك؟ كله ما بعرف يا نونو، عم تجيني هيك دوخة خفيفة، غريب يعني. يا لطيف تقولي مو طالعة من عينه هالنظارة، يخرب بيته شو مقنشح، فافقني عين كأنه. بتعرفي نونو؟ عم فكر إني بدلها، شو رأيك؟ بتكوني عملتي زينة العقل، بدليها بس بنسواني الله يوفقك. نسواني؟ أي طبعا. لك على أساس أنت بتعرفي بين نسواني ورجالي. يلا باي باي. ألو. أهلين وائل. وائل الله يخليك، ما بدي عيد وافتق بالحكي، لهون لا عاد تدق، كل شي بيناتنا انتهى، خلاص يا حبيبي خلاص. وائل فهم علي، وائل لا تخليني عصي، الله معك. طمنيني، حكيت معك رغد؟ لسه ما حكيت. ليش بدك تحكي؟ ليش رغد تعرفها للبنى؟ لك لسه بتقلي لبنى؟ ايه لا لهون وبس، عن جد انا ما عاد افهم شي، حاسه حالي صرت مثل الاطرش بالزفه. لك شو في فهمونا؟ اليوم بتطلع نتيجه اخر ماده لسميحه، واذا ما نجحت ما بتترفع السنه كمان. ليش انت امتى قدمتي امتحانات؟ بعمري بحياتي ما شفتك عم تدرسي. ما بدك تقعدي بالبيت لحتى تشوفيني عم بدرس؟ شو ست ميديا؟ راحت لبنى صرتي بدك تستلميني إلي يعني؟ طب ليش حضرتك ما نزلتي على الكلية وشفتي نتيجتك بعيونك؟ مو أحسن مانك قاعدة هيك حاطة الحزن بالجرن وعلى أعصابك؟ إيه كل ما بنزل على الجامعة وبشوف المادة تبعيتي بطلع رسبانة فيها. إيه ما بدي أنزل، خايفة كتير. ما بين حدا يرد على التليفون، أنا ما بدي رد. ألو. أنت ما بدك تفهم يعني؟ قلت لك لهون لعد. حبيبي فهمها، كل شي بيناتنا انتهى. استني استني، ولا قل لك ردي انت، بخاف. اكيد هي شركة كروما. الو. اهلين وائل. لا ما لها موجودة، عم قلك عن جد ما لها موجودة، نزلت على السوبر ماركت تجيب اغراض للبيت. لك ليش اكذب عليك؟ باي. ليش ما حدا عم يصدقني اليوم؟ اه شايفه انك بتضلي بحاجتي وبدوني ما بتقدري تساوي شيء؟ لا انت غلطان، انا ماني بحاجتك وماني بحاجه اي حدا، الله يوفقك تركني بحالي. نور اسمعيني، انا لازم احكي معك. وائل ما عم بتشوف انه دائما عم نوصل لطريق مسدود؟ والله هالمره مو مسدود،
صدقيني رح نوصل لأوتستراد عريض ومزفت جديد، بس ما تخلي سوء تفاهم سخيف مثل هاد يخرب اللي بيني وبينك. تفضل احكي. هون خلينا نقعد بشي محل رايق ونحكي على رواق. ليك يا احكي هون يا اما خليني اروح بحالي. صدقيني يا نور انا كل شي عم ساويه مشان ما خرب اللي بيني وبينك، يعني حتى سامو كان وعم بتدلعها كمان. قصدي سمر، يعني كانت عم تقنع امي مشان تقبل فيكي. لك لا لا ما قصدي انه تقبل فيكي، قصدي انه توافق على جوازتنا. وائل ما عم تحس حالك عم تنتمي لهالمحل؟ أنو مكان؟ ما فهمت عليكي. طلع حولك، هذا المكان فيه مماسح، يعني بتمنى تكون فهمت شو قصدي. أسألك سؤال وعن جد إذا بتجاوبيني عليه بصراحة بوعدك إنه بعمرك ما عاد تشوفي خليتي. أنت عن جد ما عاد بدك ياني وأخذتي قرارك؟ إيه. يعني ما عاد بدك وائل؟ طيب ليش لساتك لابسة الخاتم؟ طولي بالك نور، لا تتسرعي وتكبي كل شيء بلحظة غضب، وتخلي هيك خلاف سخيف ينهي اللي بيناتنا. ماشي وائل. أنا حأسألك سؤال وإذا جاوبتني عليه مثل ما أنا بدي بوعدك أنه أنسى كل شيء وافتح صفحة جديدة. وأنا جاهز. إذا كنت أنا وياك وأمك على سفينة وهي السفينة عليها وزن زايد ولازم واحد منا ينزل والقرار بإيدك، مين بتكب؟ الله يوفقك، جاوبني بصراحة وبدون كذب. يعني بصراحة وبدون ما تزعلي؟ بعرف أنك أنت كتير بتسبحي مزبوط، وأمي يا دوب تفوش حالها وبخاف عليها تغرق. يعني بتكبني إلي؟ بس لو ماني متأكد إنك بتسبحي كتير مزبوط يعني كنت سويت شيء تاني. تفضل تفضل خاتمك. نور نور شو هالحركات المالة طعمة هي؟ شو هالولدنة؟ يعني بدك ياني هلأ كون قليل أصل وكبل أمي بالبحر؟ مو هذا الجواب اللي بتسمعيه لحتى تنبسطي يا ست نور؟ لا مو هذا الجواب اللي بتسمعه يا استاذ وائل، الجواب اللي كنت حابه اسمعه انك بتكب حالك وما بتخلي شيء يصير علي انا وامك، يعني على القليل لو كان جاوبت بهالطريقه بعرف انه انا غالي على قلبك مثل امك، فهمت يا استاذ وائل؟ اي والله ما خطر براسي هالحل. نور سؤال سخيف، سوء تفاهم سخيف، خلاف سخيف، كل شيء بتعلق فيني بالنسبة إلك سخيف سخيف سخيف، بس فهمني على شو بتضل معك؟ لأني بحبك. سمعتيني نور؟ لأني بحبك. سمعتيني نور؟ أنا بحبك. تعرفوا شو يعني بحبك؟ بالنسبة إلي أنا وائل فسخنا الخطبة بشكل نهائي. بعد ما ترك كل بنات البيت أنا سافرت لعند بابا على دبي، بس ما طولت بقعدتي عنده لأني اكتشفت
اني ما بقدر بعد كثير عن الشام. بالنسبة إلنا نحن الصبايا اكتشفنا إنه قد ما أخذتنا هالدنيا على دروب مختلفة، ومهما تخانقنا واختلفنا ولو شو ما صار بيناتنا، وحتى لو بيوم من الأيام الحياة بعدتنا عن بعض وافترقنا، مصير الأيام ترجع تجمعنا سوا، أنا ولبنى سميحة ليلى وميديا. لك اطلعوا بسرعة، اطلعوا بسرعة، في ثلاث سيارات معجبين عم يلحقوني بالزور ضياتهم.